هذا ورصدت كاميرا سهيل في تعز لحظة خروج أول سيارة من المدينة عبر جولة القصر إلى منطقة الحوبان. أحمد مكيبر والتفاصيل. في هذه الأثناء خروج أول سيارة محملة بالمواطنين من هنا من منطقة الكمب وصولا إلى جولة القصر. كما تشاهدون في الصورة هذه اللحظات تأتيكم الآن مباشرة عبر قناة سهيل. خروج المواطنين الآن لأول مرة منذ 9 سنوات من الحصار والحرب الجائرين على هذه المدينة. كما تشاهدون المواطنين فرحين جدا، هناك ترحاب كبير من السلطة الشرعية وكذلك أبناء تعز الذين يعملون على في هذه الأثناء على تسيير هذه السيارات وصولا إلى منطقة الحوبان. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.